هوية بريس. أما الدورة الاستثنائية بحال هذه، حنا درناها استثنائية للحدث، للبرنامج العمل. فكان البرنامج العمل عندنا معاه واحد الضغط ديال الوقت، خصو بدا يدوز في 2022. وتنشكر وتنشد على أيدي كل مصوتون بنعم، لأنهم ناس في المستوى، مستشارين يعرفون الأمانة اللي ملقاة على كتفهم، وتعرفوا بأنه الفترة الزمنية فاكينة فاس والشعب ديال فاس كله تيتسنى شي حاجة تبان. فاللي جا وعقل هاد الدورة واللي جا باغي غير عقل فهو تيعيش واحد الأوهام وتيحسحابو غادي يوقف المسيرة التنموية ديال البلاد، فما غادي توقفش، لأنه الحمد لله الإشارات قوية من صاحب الجلالة، من الحكومة ديال صاحب الجلالة، بأن التنمية خصها تبطل تهبط لا مركزية. خصنا المدن، خصنا الحواضر، خصنا الجهات، كل شيء خصو يقوم بشغله، والساكنة تنتظر منا. فسبق يعني هذا الشيء اللي دار كله خارج الإطار القانوني، ويصطادونا في الماء العكير، وما بقاش. وعمري ما كنت بغيت نجاوب عليهم، ولكن هاد الناس هادو تيزيدوا يؤكدوا يوميا بأنهم باغيين يعرقلوا السير ديال المجلس. فالحمد لله التحالف تيزيد يتماسك، فالقوة ديال المجلس تزيد تقوى من أجل الإبداء الرأي الصائب للساكنة. وشكرا لتتبعكم.